هذا التحكم مانيوال في ال بطيء لاني انا قاعد اتحكم فيه، قاعد احس بحساباتي. لو اني ارسمها بالكاد المربع دائرة، المربع هذا ينقص خلال ثواني. الحين انا بنزل هالجهة، شوف حتى راسمه من ايه عشان على اساس اعرف يعني. انا اللي قاعد اضغطه مني، شوفه زين. الحين برجع زين، فاذا الواي ناقص والعداد برجع الواي حق الزيرو، الحين 40 قطعة طلعت عندي. هذي ارفع الزي الحين، رفعة الزي تصير غلط فيها، صار في خطأ. ما خالف، ما في مشكلة. أشيل الطاولة الحين.